وأولى محطاتنا لليوم مع القدرة العالية والمهارة والسرعة اللي شكلوا أدوات ضيفتنا المميزة بالعمليات الحسابية الذهنية، وبعمر صغير قدرت تحصل على الكأس وتحقق المركز الأول على مستوى سوريا بالحساب الذهني. مين ضيفتنا؟ خلونا نروح للتقرير التالي لزميلتنا هزار عبود نتعرف عليها ونرجع نرحب فيها. بتميز وقدرات تركيز عالية وسرعة بديهة ابتدى مشوار التفوق عند الطفلة زينب سعيد بحل العمليات الحسابية المعقدة. قدرت تحقق المركز الأول على مستوى سوريا بالحساب الذهني. برغم صغر عمره إلا أنه القدرة كبيرة، ولنعرف كيف قدرت تحقق التميز لتكون نموذج لكثير من القدرات الشابة المتميزة بسوريا. تفاصيل مع زينب باستديو صباحنا غير. واليوم ضمن هالمساحة رح نتعرف سوا على صبية صغيرة نموذج لكثير من القدرات الشابة يلي قدرت تثبت تفوق، تميز وابتكار. فكيف إذا تعلق الأمر بثواني لحل عمليات حسابية معقدة؟ طفلة زينب سعيد يلي امتلكت مهارات عالية بالحساب الذهني، ومع الآنسة نعمة حمودي وهي مدربة حساب ذهني معنا بصباحنا لليوم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. صباح النور. كيفك؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. كيفكم اليوم؟ تمام الحمد لله. كيفك زينب؟ الحمد لله. كنتي عم تفرجي على حالك بالفيديو. ايه. خلينا هيك نبلش معك زينب، يعني اول شيء باي صف انت وامتى بلشتي بالتمارين تبع الحساب الذهني؟ انا صف ثاني. لفت انتباهي حركات الايدين وحبيت اعرف شو. وين شفتيهم؟ على الفيسبوك، على التلفزيون كيف عم يعملوا. حبيت اعرف شو هدول وكيف عم جابوا بسرعه بدون آلي حاسبه او ورقه وانا. طيب زينب خبرينا كم ساعه بتتدربي باليوم ومين هيك بيساعدك؟ بتساعدني ماما وبابا، وبقتها بيكون في دراسه بدرس نص ساعه، وبالصيف بدرس ساعه ساعه ونص. يعني يوميا في تدريب؟ يعني تقريبا. خلينا نبلش مع حضرتك. حضرتك مدربة لها وبالدرسية. نحكي عن هاي المهارات عند زينب. هي قالت انه شافت على الفيسبوك وبلشت. بالعموم كيف قدرتوا تعرفوا انه هي بتقدر تمتلك هاي المهارة مع التدريب؟ اول شيء يسعد صباحكم. صباحك يا رب. هلا بالنسبه لمهاره البرنامج الماجيك ماس او الحساب السحري، هو طبعا برنامج عالمي وله اهميه وله ابحاث بيثبت انه هو كثير بيساعد على تنشيط القدرات الذهنيه عند الاطفال وحتى اليافعين، وبيرفع من سويه وقدره الاستيعاب وحتى الذاكره والذكاء. هلا طبعا زينب هي واحده من الاطفال اللي لفت لهم طبيعة هيدا البرنامج أو كيف الأطفال غيرهم عم بيقدروا يجروا عمليات حسابية بطريقة كتير سريعة. طبعا نحن بالدرجة الأولى بيرجع الموضوع للأهل، لأنه هيك مهارات الأطفال ما كتير بيعرفوا كيف يبلشوا فيها أو لوين يتوجهوا.
هلا الاهل بيلعبوا دور لما بيهتموا هنن كيف يعلموا اطفالهم مهارات تساعدهم على مثل ما قلنا تنشيط ورفع كفاءه وطاقه الدماغ. هيدا الشيء طبعا احنا بنعرف انه لازم يبلش مع الاطفال من عمر صغير، لانه الاطفال دماغهم بيكون قادر على الاستيعاب وقادر على، حتى بيقولوا انه الدماغ المين هو شره لتعلم والاكتشاف الجديد. فهيدا العمر لما بيكون صغير كثير بيكون مهم. طبعا كمان بعمر اصغر من زينب بيكون استكمان افضل. طبعا الاهل تواصلوا وشافوا وين في ممكن يكون حدا يقدر يهتم ببنته مثل زينب واطفال ثانيين. وطبعا بلشت زينب معي تقريبا من سنه، بلشنا بليفل زيرو، لانه هو هيدا البرنامج بيبدا على شكل مستويات. ما فيكي تعطي انت البرنامج دفعه واحده، ببلش بطريقه متسلسله وضمن يعني دراسه، لانه هو كل ما انت ارتفعتي مستوى كل ما كان في قواعد جديده وفي طرق جديده حتى بالتدريب. طبعا لما بلشت معنا زينب، ومثل ما قلت في مجموعه كمان مميزين كثير من الاطفال، بلشنا نحن نعرفهم شو هو الحساب الذهني. هلا من خلال التدريب بيبين عندك انه مثلا هني كل الاطفال اذكياء، لكن في اطفال ممكن يحبوا هيدا البرنامج، في اطفال ميالين للشيء ممكن يبدعوا بالرسم، يبدعوا بالموسيقى. تمام. هلا كمان الطفل كثير مهم انه هو يحب هيدي المهاره، ونحن بنلعب دور انه نحن، لانه الطفل بالنتيجه ما كثير بيعرف قديش ايجابيات اي مهاره بيتعلمها، فكمان المدرب بده يلعب دور كيف يوصل المهاره للطفل وكيف يخليه يحبها ويتمكن منها. طبعا ضمن برنامج تدريبي هو كان مره بالاسبوع، لكن هي كانت تدرب بشكل يومي، كمان ضمن خطه بالاتفاق والتعاون مع الاهل. وهلا هي بالنسبه لعمرها زينب، هلا هي صف ثاني، لكن هي لازم تكون صف اول يعني. هي هلا تمام شاركت بالمسابقه اللي صارت بالصيف، طبعا برعايه مؤسسه علمني، وهني مشكورين جدا باداره السيده سميه مكي والانسه رفيده مكي انه هني عملوا جهدهم ينشروا هيدا العلم وبرامج اخرى لتوصل لكل طفل تحت شعار انه التعلم متاح لكل طفل بالعالم. طبعا نحن في تدريب كان بالنسبه للمسابقه، او اكيد في طرق، في برنامج، في استراتيجيات بدك تمشي عليها، في دراسه بالترتيب كيف حيكون التدريب. ونحن بناخذ بعين الاعتبار طبيعه الطفل، يعني كيف هو اذا كان طبيعته، نشتغل على تمارين سمعي، على تمارين بصري، نرفع الذكاءات عنده بكذا ناحيه. هي شاركت بالليفل زيرو لأنه هي كانت من مواليد 2012، فكان هني أصغر فئة. طبعا بالليفل زيرو كان في 2012 و2011، فهي كانت تقريبا في هي وكم طفلة عفوا كانوا هني أصغر شيء. والحمد لله بالتدريب، وهي لأنها كانت بتحب تكون مميزة وعندها ثقة بحالها، ومثل ما قلنا الدعم حيكون مشترك نحن بيننا وبين الأهل، فقدرت هي تحقق هيدا المستوى وهيدا النجاح. طبعا هي كملت وهلأ هي ليفل فور، يعني ضمن قواعد معقدة صارت أكثر. كمان بدنا نرجع سلمى لعند زينب. خبريني زينب، هيك لما صرتي بتعرفي بالحساب الذهني قديش بتحسي حالك هيك متميزة عن رفقاتك انه انا اشطر منكم؟ كيف هيك مثلا بالرياضيات ما صارت اسهل عليكي؟ كثير صرت واثقة من نفسي وصرت اسرع وقدرت قيمة الوقت اكثر وصرت خلص وظائفي بسرعة واختباراتي بشكل اسرع، وصرت احفظ دروسي جميع المواد بشكل اسهل. ما بتقعدي على السوشيال ميديا ولا على الموبايل وتفقيس وقصص مثل كل يعني الولاد؟ طيب خلينا نعمل شيء هلا مع بعن زينب اذا في مجال. تمام يلا اوكي. نحن حنعطيها شيء حالة فورا وبلشت. تمام نحن حنعطيها كم تمرين ورا بعض. جاهزه زينب؟ يلا اوكي يلا. 99 minus 36, 19 minus 31, 42 minus 81, 16, 18 equal 46. Yes. 67, 17 minus 64, 63 minus 74, 14 equal
39. Yes, 32, 18, 25, 22, minus 76, 12, minus 13. 34 equal 54. ممكن نعطيها مئات اذا بتحبوا. يلا هلا تقريبا كم عمليه عملت بهي ال هلا مثلا كل تمرين في يوم في مثلا نوع من القواعد، مو نفس القواعد عم تتكرر بنفس التمرين وعدد قليل من الثواني. تمام تمام، هي الاعتماد على قديش هي تطورت. هلا شوفي كيف انت بتعرفي كمان سويه وقدره الطفل لما انت بتعطيه تمارين ورا بعض، يعني انت عم تطلعي من تمرين عم تدخلي بتمرين، ما عم بيكون في مجال يعني كيف انه هيدا شو جوابه هيدا شو جوابه، انت دغري عم تعملي انتقال جدا سريع من تمرين لتمرين. هلا هون ببين القدره على التدريب وعلى سويه الطالب وكيف يعني طبيعه التدريب قديش بتكون ناجحه. يعني انا ما عم بعطي تمرين واحد وعم بعمل ستوب، ما عم بعطي مجال للدماغ لانه هو بده يعمل راحة أو شيء. نحن شو عم نعمل إذا انتبهتي؟ في تمرين عم نطلع عم ندخل بتمرين، ما في مجال إنه هي تعمل أي شيء حساب معين. هي عم تفكر فورا بالنتيجة. فورا عم تجري ولا إنه عم تفكر إنه هيدا شو ممكن يكون جوابه، ما في مجال. ما أنا لاحظي هيدي هي الروعة بالتدريب والروعة بالعطاء والإنتاج بالنسبة للطفل اللي بيكون كتير عنده سوية من الاستيعاب والذكاء. وطبعا في كتير أمثال زينب إنه أنت ديركت عم تطلع من تمرين لتمرين، ما في مجال. أكيد خلينا نكمل كمان. هيدا الهدف اللي عم نشتغل، يعني أنا ما بعطي تمرين ونعمل ستوب. نو نحن عم ننتقل ديركت ورا بعض. هون ببين قديش في دقة بالتدريب ودقة هي من التمكن. يلا ناخذ مئات. يلا 360 هلا الكنترول ما عم بيلحقوا اساسا يعرفوا كيف عم تحسب زي تمام تمام. هو هون روعه كيف لما بيكون البرنامج في احترافيه وفي تسلسل تدريب مدروس مو طريقه عشوائيه، وبنفس الوقت كيف انت عم توصلي المعلومه للطفل وكيف هو صار يتعلم دماغه، لأن الدماغ يتعلم وتستفادي من شيء اسمه مرونة الدماغ، وهيدا من الأبحاث العلمية جدا المهمة إنه كيف الدماغ بيتكيف باللي أنت بتوجدي فيه. هو قادر يتأقلم ويتكيف مع أي مهارة بتعطيها. هلا نحن هون بنشتغل على هيدا الموضوع كيف هي تقدر تبلش تعمل هيدي العمليات الحسابية، ولو كان في اختلاف بسوية التمارين، ممكن يكون تمرين سهل ممكن تمرين صعب، وكيف هي بدها تنتقل من تمرين لتمرين بشكل مباشر وتستوعب انه هون قواعد اختلفت عن هون، فلازم شو اعمل انا هون. هيدا كله بيخضع لبرنامج تدريبي مثل ما قلنا مدروس. وبرجع بقول مشكوره مؤسسة تعلمني، هي اللي كثير ساهمت لحتى انه تنشر هيدي المهاره، وعم تنشر كمان عم بيسعوا لينشروا برامج ومهارات اخرى توصل لكل طفل، لانه بشكل عام الطفل السوري بيستحق يحصل على هيدي البرامج، لانه فعلا نحن عندنا سويه ذكاء عاليه، وهيدا الشيء بنكتشفه من خلال تدريباتنا، نلمس هيدا الشيء على أرض الواقع. بدي أرجع أنا لعند زينب وخليها تحكي لنا شوي عن البطولة اللي شاركتي فيها، وأنت أخذتي المنافسة المرتبة الأولى، يعني ما بدنا ورقة وما بدنا آلة حاسبة، كم تمرين حليتي؟ وقديش كانت المدة الزمنية بالمسابقة؟ كانت منافسة حلوة ومنافسة قوية، بس أنا قد ما كنت بتدرب استحقت إنه فوز أول شيء، بس صح لأني كنت أصغر وحدة بس فزت عليها. أخذت المرتبة الأولى. أولى ما شاء الله عليكي. برافو زينب. يعني كم كان في كتير أعمار كانوا أكبر من زينب، وهذا الشيء يمكن بيخلي في خلينا نقول مستويات بالتدريب، يمكن أطفال عندهم مراحل أكثر من زينب وما هيك قدرت هي تتغلب عليهم. خلينا نحكي من إمتى بيقدر الطفل يبدأ تمرين هاي القدرات عنده، من أنو سن؟
هلا اول شيء بالنسبه للمسابقه كان في اعمار، بس ترتيب المسابقه كان مدروس، يعني مثلا اللي حيقدم ليفل 0 هو مثلا مواليد 2011 2012، اللي حيقدم ليفل 1 كان هو 2010. لا يعني هي تنافست مع من جيلها تماما. هلا لانه كل ما زاد العمر عم بيكون في زياده بالتعقيد، ان كان بالقواعد وان كان حتى بطريقه التدريب وحتى بصعوبه التمارين. فكان طبعا موجود لحتى مستويات الضرب والقسمه، وكثير في اطفال تميزوا وتفوقوا. عندنا نحن مثلا الطالبه شام ونوس هي ليفل 3 بالمستوى الثالث، كمان طلعت على الاولى على مستوى سوريا بالمستوى الثالث. فهيدا بيرجع كل حدا لاي مستوى هو واصل، وله علاقه بالعمر طبعا. هلا طبعا يفضل انه كل ما كان العمر قبل يعني 4 سنين معلش لو بياخذوا جهد اكثر، وانت بحاجه بالذات العمر ال4 سنين وال5 سنين هو بحاجه شوي لبده كمان طولة بال. وبنفس الوقت هيدا العمر هو اروع، قادره انت تتكيفي وتقدري تعلمي المهاره ويصير سريع خلال فترات جدا قصيره. يعني احنا المستوى بين شهرين لثلاث اشهر بيكون خالص المستوى مثلا واحد يعني. بس نحن بالنسبه للروضات في طبعا اي بي سي كتب، يعني مستويات خاصه بالنسبه للروضات، لكن طبعا اذا بلشنا بعمر صغير اكيد بيكون افضل. طيب أنسة نعمة، خلينا نحكي شوي اليوم، اكيد في مراحل عم يمر فيها الطفل او في يمكن تقنيات مختلفه لموضوع الحساب الذهني، خلينا نعرف المشاهدين عنهم ونعطي نصائح شوي للاهل اذا بدهم يفوتوا اولادهم بموضوع الحساب الذهني. يا ترى بنخليهم نركز عليهم انه يستخدموا الورقه، يحفظوا جدول الضرب اكثر، شو هيك يعني الشغلات الام ممكن تبلشها مع الطفل على عمر بكير ليكون متميز شوي بموضوع الحساب الذهني؟ هلا الدماغ مثل ما معروف هو عضله، يعني لما بيتمرن بنمرنه وبيتعرف على مهارات وبيكتسبها. كل ما انت عرفتي الدماغ على مهارات وتدرب عليها، انت رفعتي من طاقه وعمل وكفاءه الدماغ. هيدا الشيء لازم يعرفه الاهل. يعني المشكله انه الحساب الذهني عم بيكون هو مثل الموسيقى، مع الموسيقى رائعه جدا بتلعب كثير دور ايجابي، وكمان الرسم فن كثير حلو وكثير مهم لنشاط عمل الدماغ، لكن الحساب الذهني هو بيشتغل على نصفي الدماغ. هو برنامج مدروس جدا عالميا، بيجمع بين الصوره وبين الارقام. هلا ليش لازم الاهل يهتموا؟ لانه هو مو بس انت عم بيتحسن هو بماده الرياضيات، هو مو بس انت عم بتخلصي من رهبه ماده الرياضيات، انت عم تشتغلي على مجال اوسع، عم تشتغلي على ذاكره، عم تشتغلي على ذكاء تمام. وعم بنفس الوقت الاطفال ما بيعرفوا انه في شيء اسمه ثواني الصغار، يعني انه شو ثاني كوقت هو ما يدركها. يعني بيسمع يوم، بيسمع نص انه نهار، اذا بدنا نيجي كثير بدقه انه ثواني هو ما بيتخيل، او دقيقه انه انا ممكن انجز شيء بدقيقه. نحن من خلال انه هو يحل عدد كبير من التمارين صار يعرف شو معنى انه انت بدقيقه تقدر عم تنجز، بدقيقه عم تعمل شيء. خلينا نقول هي الاداه، هي اداه مشهوره عالميا بالحساب الذهني. تمام اكيد. خلينا نشوف شو بتقدر تعمل عليها نعمات قبل ما تمام. بس هو هي بدنا نقول هيدا هو الجهاز الاباكوس اللي ببلش الطفل عليه. تماما يتعلم عليه من خلال ممارسه التمارين عليه والتدريب عليه. هو عم بيتم رسم صوره لهيدا الاباكوس بالدماغ. فهي لما عم تعمل هيدي الحركات هي عم تتخيل تماما هيدا الجهاز، عم تتخيل انه موجود وعم تشتغل تماما عليه كانه موجود. خلينا نجرب شيء. يمكن هو موضوع الحساب الذهني عم يعتمد كثير يمكن على التصور وعلى التخيل. تمام. لانه هو اجباري انت بالنتيجه بدك تحولي هيدي العمليات الحسابيه لعمليات ذهنيه، فانت اجباري عم بتساعدي الطفل على انه يرفع ويوسع من طاقه الخيال عنده. لنستغل الوقت، خلينا نبلش مع تمام. زينة تمام. بنجرب مئات. جاهزه؟ يلا 388 خلينا نرفع ايدينا بس مشان تبين على الكاميرا. ايه اوكي. أي ما بتقدر لانه لازم يكون إيه؟ فيك تحطيهم. اوكي بيمشي الحال. لا خلص يلا يلا نعيد 0 388 minus 234 100 عفوا 215 280
522 يعني هلا هيك بنقدر نقول انه هي هي كانت عم تعملهم بايديها هي تمام. هي عم تعملهم هون تمام. لانه الوقت رح يداهمنا قبل ما نختم، شو المشاريع الجديده اللي عم تشتغلوا عليها والبرامج الجديده سريعا بس إذا هلا اكيد مؤسسه تعلمني اطلقت من كم يوم البرامج الجديده ان شاء الله حتنتشر على مستوى سوريا، وشي حلو اكيد حيكون اطلاقها برات سوريا اذا الله راد. بحكي عن برنامج ان شاء الله ذا جولدن ميموري، هو ذاكره ذهبيه ان شاء الله حيكون البرنامج الاول بسوريا وبدعم من مؤسسه تعلمني ان شاء الله مشكورين. حيكون في مفاجآت كتير حلوة، استراتيجيات وتقنيات مهمة لرفع الذاكرة وسوية الدماغ عند الأطفال والشباب واليافعين والرجال والسيدات. أكيد شكرا. أكيد يعني اليوم الفقرة كتير كانت مميزة مع زينب وأكيد سلمى، يعني هي نداء لكل الأهل اليوم أنه نشيل الموبايلات والتابات من إيد أولادنا وعن جد بقى نشتغل على القدرات العقلية لإلهم. حتى لو عطوهم إياها يكون مثل ما زينب استخدمتهم لحتى تشوف هذا العالم وتدخل له. بدنا نشكر وجودكم معنا، شكرا كتير. شكرا كتير لكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا كتير ويسعد صباحكم.